ظرف 3 سنوات من العمل الجاد والمستمر الحمد لله بهذه المقاولات لتسويق علاقاتي قدرت نوصل بزاف ديال الحوايج. اول حاجه الحمد لله ولا المدخول ديالي كيفوق 50000 درهم شهريا. علاش؟ حيت عاون بزاف ديال الناس انهم ولا عندهم مداخيل بحال المدخول ديالي. ثاني حاجه قدرت نشري السياره اللي كنحلم بها اوتوماتيك توتوبسون بالمواصفات اللي انا اللي بغيت ماشي بالمواصفات اللي الجيب ديالي كيخول ليا. الحمد لله قدرت انني ندير بحال الرفقاء ديالي سيارات رائعه جدا لي فريمون كتبين الضخامه ديال هذا المشروع اللي كنتميو ليه.